الفنان مهند الجميلي، تعرف على جنسيته وعمره ومعلومات وحقائق لا تعرفها عنه. الفنان مهند الجميلي هو ممثل سعودي، ولد بتاريخ 19 مارس عام 86. اكتشف موهبته من خلال الإذاعة المدرسية ضمن فقرة الأناشيد. التحق في صغره بعدة مراكز صيفية ومعاهد فنية ليصقل موهبته ويتابعها. مشواره الفني بدأ في العام 2004 عندما خضع لدورة إعداد ممثل في جمعية الثقافة والفنون في جدة بالسعودية. ثم شارك في أول عمل مسرحي تجاري له، وهي مسرحية توتو أوف سايت، إلى جانب الفنان المصري حسن مصطفى والفنان السعودي فؤاد بخش. شارك بعد ذلك في مسرحية عيال الحارة إلى جانب حسن دكاك وتوفيق الزعيم، وهم أبطال مسلسل باب الحارة السوري. وفي العام 2008 انتقل إلى عالم التلفزيون من خلال مسلسل في بيتنا غشنا، من ثم مسلسل وراك وراك الذي عرضه التلفزيون السعودي، وذلك في العام 2009. وأيضا شارك في المسلسل التاريخي سبائك الذهب، وذلك في العام 2010 عبر قناة أجيال، والكثير من الأعمال غيرها. في العام 2012 شارك في الموسم الثاني من برنامج Arabs Good Talent. ووصل للمرحلة النهائية فيه ليكون ضمن أفضل 12 موهبة في العالم العربي لعام 2012، ما شكل قفزة نوعية في حياته الفنية. ويعتبر الفنان السعودي مهند الجميلي شخصية طموحة مرحة، تألق في برنامج Arabs Got Talent وانتزع من ناصر القصبي وعدا على الهواء مباشرة بالمشاركة معه في عدد من المسلسلات الكوميدية. من هواياته التمثيل والتمثيل فقط، فهو ترك كل شيء وراءه ليتفرغ لهذه الموهبة. أما أكلته المفضلة فهي الكبسة والسيرية.
هدفه الشهرة في العالم العربي وبأن يشارك إلى جانب أهم الممثلين في الوطن العربي. شارك في مسرحية الدمية القاتلة في الكويت، وكانت من أهم المشاركات الخليجية إلى جانب ملاك الكويتية وعبد الله بهمن ونواف القطان ويوسف البغلي ولوجين والأستاذ خالد المفيدي. شارك في برنامج تقاطيع وذلك في العام 2013، وبنفس العام شارك بمسلسل شباب البومب الجزء الثاني كضيف شرف. شارك في مسلسل شباب البومب الجزء الثالث في العام 2014، وبنفس العام شارك في مسرحية سعودي جود تالنت. شارك في مسلسل شباب البومب الجزء الرابع وذلك في العام 2015، وبنفس العام شارك بمسرحية شعللنا الدوري. أكثر ما يزعج الفنان مهند الجميلي الحسد والغيرة، فبرأيه أن البقاء هو دائما للأفضل. الفنان مهند الجميلي صرح في وقت سابق بأن الفنان ناصر القصبي بالنسبة له هو بمثابة أخ وأب وصديق وكل شيء، وأضاف بأنه يعتز بعلاقته به وما زال هناك تواصل بينهما.